هذا السؤال كلشي كيوضعوا ليا انني ملي غادي ندير هذا الفيلم واش كريان رحمنا غيستافد اولا كريان. انا ما كنتكلمش كريان رحمنا مجرد نموذج، انا اتكلم على وضعيه التهمش التهميش في جميع انحاء المغرب، كاع المناطق اللي فيهم شويه ديال التهميش، خصوصا الدار البيضاء. الدار البيضاء هي المدينه الذكيه، المدينه اللي باغا تمشي تشوف القدام بزاف د الحوايج، والمدينه الجميله جدا واللي سيدنا واخذها بجديه وباغيها تكون احسن مدينه. وداك الشيء علاش كتشوف انه الان تيحاول يجمع فيها اطر اللي هما باغيين يسيروا بغاو يمشيو فيها. حنا هذا هو الهدف ديالنا، هو اننا نمشيو في هذا الطريق ديال التطوير اللي بغاها صاحب الجلاله وتمشي لقدام. فهذا هو الهدف. حنا انا ما يمكنش نقول لك ان الا هضرت على هذا الموضوع راه غيتغير، او لا هضرت على الحشيش راه غيتحيد، او لا هضرت على الظلم غيتحاول، الرشوه راه غادي تحل. لا، حنا تنحاولوا نقولوا اشنو كاين، نقولوا هل المشكل فين كاين، وتيبقى سميتو كيبقاو المسؤولين هما اللي عندهم. حنا اون دينونس، والمسؤول هو اللي خصو يلقى الحلول، هو اللي خصو يدبر ويشوف كيف الامور كيفاش كدار. فالان مثلا حنا واحد الوقت الناس هضرات على الغلاء وعلى المسائل ديال هذا، فكتلقى بان مثلا هاد الانطلاقه اللي عطى سيدنا بالنسبه للسكن وبالنسبه لهاد المشاكل الاجتماعيه، فهو سكن. ومن نهار جاء صاحب الجلاله وهو خدام في الجهه الاجتماعيه، انا مؤسسه محمد الخامس، المجهودات اللي دارت، يعني دائما كاين واحد 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 التطور. حنا بغينا نشوف هذا التطور، بغينا نمشيو لقدام وتفتح الحوار اكثر، ولكن بغينا المسؤولين يديروا الواجب ديالهم، ماشي غير دائما راه حنا كنتسناو غير تجي الفرصه. لا، خاص كل شيء يخدم، حتى حنا حتى المواطن حتى هو يخدم من جهته، حتى هو يحاول يطور نفسه الاخلاق ديالو طريقه. خصوصا حنا الان على ابواب اننا غادي نحققوا اشياء كبيره، يعني كاس العالم، بزاف د الحوايج، التوريزم المغربي الحمد لله معروف بالاستقرار وبالامن، يعني الناس كتجي من اي بلد، خاصه حتى المعامله ديالنا مع الناس تكون، هذا هو اللي كنقلبوا عليه حنايا. ولكن التغيير ما كيجيش مني انا ولا من العمل اللي غنقدم، التغيير كيجي من عند الناس المسؤولين اللي هما اللي خصهم حتى هما يديروا الواجب ديالهم اللي خدامين. كاين تاثير دائما. شوف الناس اللي شادين كاينين مسؤولين على بعض المصالح، هما اللي ماشي مصلحتهم ان سعيد ناصر يفوز. لان مثلا خديتي التلفزيون راه ماشي الوزير، التلفزيون لا اس ان ار تي راه سيتي سوسيتي انونيم، عندها ان كونسي دادمينستراسيون، عندها ان بريزيدون ديريكتور جينيرال، هو اللي تياخذ القرارات ماشي الوزير. باش تفرقوا الامور، وزير عنده علاقه مع الدعم، عنده علاقه مع بزاف د الحوايج، ولكن عنده توا ظروف حوايج اخرين، يعني فيما يخص مثلا دعم الاعمال الجيده الجاده، ماشي الاعمال التافهه، ماشي اللي جاي يعطيه، لا كاين واحد المال ديال الشعب خصو يتدبر بواحد الطريقه جميله. بالنسبه للتلفزيون، رئيس المدير العام هو اللي مسؤول على تدبير التلفزيون، كل واحد عنده مسؤوليته. حنا ما تنطلبوش من هذا يدخل في هذا ولا هذا يدخل، ولكن وما تنقولش انهم خصهم كلهم يعطيو، انا ما بغيت واحد يعطيني شي حاجه. حنا بغينا غير الوضعيه ديال الفنان تقاد، بغينا الوضعيه ديال الفنان تكون مزيانه، ان الناس المهمشين خصوصا ان الناس اللي معروفين وعندهم اسماء. حنا كنلقاو شوف تشجيعات، انا نعطيك غير مثال، ان سيدنا ملي تيعيط مره على بعض الفنانين وتيعطيهم وسام، عرفتي ذاك الوسام القيمه ديالو شنو هي؟ تيشحنك لدرجه انك تولي باغي تخدم ليل ونهار باش توصل لهذيك الدرجه ان سيدنا يعلق لك وسام. هذه ماشي فلوس، ولكن تحفيز، هذاك التحفيز عنده واحد القيمه ما عندها ثمن. هذه بغيت نوصل لك، يعني هذا الشيء خصهم يعرفوه هاد الناس، وان هذوك الناس اللي عندهم، هذوك راه الناس اللي حنا كنخلصوهم بالضرائب ديالنا، خاصهم هما يخدمونا. هذا هو الفكره. انا ماشي غايب كيرد، يعني بعمل اعمال جديده ماشي بزاف، هذه شي تقريبا شي 10 سنوات او شي حاجه بحال هكا. الحمد لله كاين مواقع التواصل الاجتماعي، كاين عندي قناه ديالي، كنطلب المغاربه انهم يزيدوا يشجعوني ويدخلوا للقناه ديالي ويديروا لابونمون باش كومسا نقدر انا نخدم اعمال ونقدمها. هذا هو اللي كان، ويشجعوا يدخلوا دائما للقناه يشوفوها. الله يخلف على يوتيوب، يوتيوب راه معاوننا شويه.